مرحبا واهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع. اليوم نعمل انبوكسنج لخمس باكجات، وفي اثنين صغيرة، واحد هيك وواحد كبير كتير وواحد كبير. رجعنا لكم، بدنا نفتح اول واحد. يلا ادم، هذا بدون، حكينا صح؟ هذا من هون بس بدون. ايوه يلا اوعى بس لانه هاي هون. استنى خلص يلا. هذا انكر يو اس، هذا تشارجنج هذا اشي من انكر. انكر طبعا من اشهر الشركات اللي انا بحبها كتير، بتسوي باتري بانكس وبتسوي شغلات كتير هاي كواليتي. خلينا نشوف شو هو تشارجنج. هذا للكمبيوتر، تعملها بلوج بالكمبيوتر، وعندك اكثر يو اس بيز اذا كمبيوتر تبعتك ما عندها كثير يو اس بي بلوج بورتس. هذا لليو اس بي، طبعا 4 USB، بس هاي شركه كويسه واتوقع انه ها حنجربها ونحكي لكم شو راينا فيها. والبوكس الثاني عندنا سكيورتي كاميرا، سكيورتي كاميرا مع سولار بانل. طيب هاي كاميرا واير فري، بتحطها برا، ريتشارجبل باتري من الشمس، هاي ديفينيشن، عندها موشن ديتكشن، ار اي بي سنسر، مش عارف شو، نايت فيجن، اوديو، بتقدر تحكي مع الناس، مايكرو اس دي بتقدر تحط، وفي بتقدر تسويها على الكلاود، وفي انتينا مش عارف لايش. بس هاي الكاميرا انا جايبها للاوتسايد، بتقدر تحطها طبعا اندور واوتدور. خلينا اورجيكم اياها سريعا. زي ما انتم شايفين هاي هي الكاميرا، هايها شكلها فعلا هاي كواليتي. بتحط لها ال، لا بتحط لها ال، وين ال ماونتين؟ لا في الوايرلس شيء على الشمس. نعمل حل ريفيو ونشوف. يمكن لا، هذا الماونت تبعها غريبة. هيو هذا بتشحن على الشمس، طبعا طاقة شمسية. anyway شكلها شغلة كويسة، يعني شكلها من حجمها هيك داي. هنعمل لها ريفيو ونورجيكم اياها مع بعض، ونورجيكم كيف التصوير تبعها وكل اشي. هلا هاي المشكلة لما بتشتري شغلة بتعرفش ترجعها. مش عارف هيك، هذا معقول هون. يلا وحننشوف ورجيكم اياها واحده واحده. طيب اللي بعده، هون واو بوكس كبير، عشان بوكس كبير عشان اوتوسكوب. هذا الاير احنا شرينا واحد وما عجبنا الكواليتي تبعته صراحة، رجعناه لانه كان فيري باد كواليتي. حنجيب هذا اليوم وحنجربه وحنقولكم كيف وضعه. هذا مبين عليه تقريبا نفس الاشي، بس برضو بآب تاني، حنجربه ونحكي لكم شو وضعه. هذا للدان عشان تشوف الحالة جوا الأذن. هذا البوكس الميديوم، هذا البوكس الميديوم. واو هذا في شغل، في عدة شغلات. هون عندنا واي فاي رينج اكستندر بوكس، يعني إذا ما عندك كويس سيجنال بالبيسمنت
في كويس في احسن واي فاي. يا هذا الواي فاي اكستندر يعني هذا معروف، بس هذا 1200 ميجا هرتز فبيعتبر من الافضل واي فاي اكستندر، حنجربه ونحكي لكم عنه. هذا يعني اعتقد ان كلكم بتعرفوا هذا البوكس الصغير بصير شو فيه. خلينا نشوف، احنا جبنا اكثر من واي فاي اكستندر وجربناهم. هذول ماونت هذول الماونت بتحطهم بتلزقوا على الحيط عشان تعلق عليهم، شغلات بسيطة هيك جبناها نجربها ونحكي لكم شو وضعها. يعني مش اتوقعش انها بس عشان نلزقها على الحيط. هاي للدش حنجربها، بتعمل تغيير لانواع الدش، جبناها لدش ادم نجربها، اذا عجبتنا حنحكي لكم عنها. راسية الدش يعني. وهاي عبارة عن هدية جبناها لأصدقائنا، عبارة عن باث بومز. اللي بيعرف باث بومز شو هم، هم عبارة عن زي صابون هيك بتحطه بيعمل فوم في اللاي. هاي هدية مش حنفتحها. آخر بوكس يلا. اول اشي هذا البوكس شو فيه. خلص هيك البوكس، احكي لهم شو فيه. هون عندنا ثلاثة نسكويك شوكولات سيريال. طبعا هذا ادم بحبهم كتير، بحب ياكلهم، فجبنا له بشبه ايش هذا يا ادم؟ هذا بشبه الفوب تبع تريكس. طيب وهذا عندنا تشيز شيكر للدينر كرافت، تحطها بالمكروني وبتعملهم تشيزي. هاي دائما عندنا نقص فيها. وهذا وودن سالاد سيت، هذا جبناه لماما هدية لأن هي بتحب. خلينا نفتحه ونشوف شو فيه. اوكي هذا واو سيراميك بول وود بول ميد ان تايلاند، بس شكله عن جد كويس. هذا انا بخبيه عشان نستخدمه كهدية بعيد ميلادي. اذا انتم حابين هذا الفيديو عملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوفوا الريفيو. باي باي، سلام للجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.